السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شباب، كيف الحال؟ طيبين؟ حياكم الله في مقطع جديد. هذا حميد فوكس يتحدث إليكم من قناة أوبي جيمرز. طبعا في هذا المقطع حبيت أن أشكر المتابعين على الإنجاز اللي أنجزناه خلال سنة 2020. طبعا عمر القناة تقريبا سنتين ونص، أوكي، وحبيت اليوم إن شاء الله أني أتحدث عن أشياء، ومن ضمنها هي رسالة وصلتني من يوتيوب. خلونا نشوف رسالة مع بعض. طبعا الرسالة تقول: أصبح بإمكانك الاطلاع على إنجازاتك لعام 2020. تمام. طبعا عجبتني الألوان والديكوريشن اللي هم حاطينه في الرسالة، حاطين كذلك شعار القناة والفريق. طبعا أوبي جيمرز، اتخذت سنة 2020 منحنى غير اعتيادي، لكن ذلك لم يمنع منتدى يوتيوب جيمينج من تسجيل 100 مليار ساعة مشاهدة. نعم، طبعا هم يقولوا خلال 2020 أن مجموع المشاهدات صارت في يوتيوب توصل إلى 100 مليار ساعة. وكذلك يقولوا: ولم يكن ذلك ليحصل لولا تحميلك 15987 دقيقة. يعني مجموع المقاطع اللي أنا استعرضتها في القناة وصلت إلى 15987 دقيقة. طبعا بين التدني والحماسة، كيف يعني؟ صراحة في الفترة في كان موجودين المتابعين، أشكر المتابعين على هذا الشيء، إنهم كانوا يحمسوني إنه يا حميد نزل مقطع، يا حميد متى تعمل بث، يا حميد تمام كذا شيء من هذا القبيل، اللي إني أنا خلاني إني أعمل إنجاز خلال 2020 إني أوصل 15987 دقيقة، اللي هي مجموع المقاطع اللي أنا نزلتها من المحتوى خلال هذا العام. لنستعد معا أدائك المميز، ونحتفل بعملك الجاد لمحة عن هذا العام. طبعا أقول لك أبرز اللحظات المميزة: لقد انضممت إلى يوتيوب قبل 902 يوم، يعني حين صار لي سنتين تقريبا، مثل ما خبرتكم سنتين وستة أشهر تقريبا، ومجموع الأيام 902 يوم. من أول يوم أو من أول فيديو حملته حتى اليوم، أبدأ المشاهدين إعجابهم بفيديوهاتك اللي هم 18474 مرة. يعني خلال هذه الفترة عدد المشاهدين وصل إلى 18474 مشاهدة. طبعا يشهد منتدى قناتك نموا ملحوظا، فقد ترك المعجبون 24987 تعليق. طبعا هذا الشيء كان ما موجود في السنة الماضية، بس هذه السنة كانت حافلة بالتعليقات من الشباب، خاصة عشان موضوع التاجر. يعني أنا أعتقد أن أغلب التعليقات كانت يعني داخلة مع التاجر، وكذلك بعض التعليقات أنا حولتها للإنستغرام عشان تسهيل التواصل مع المتابعين، واشرح لهم عن طريق الانستغرام كان اسهل طبعا. وكذلك تحدثت مع بعض المتابعين مكالمات صوتية، تحدثت مع المتابعين مكالمات صوتية، وهذا كان شيء جميل جدا. ومنهم والله كان اخ عزيز، استغفر الله، يعني اسمه ما يراودني الحين، وأريد أتصل فيه مرة أخرى. يعني كان أكثر شخص تقريبا هو من الأردن، فلسطيني من الأردن. أشكره جزيل الشكر، وأقول له راح أتصل فيك مرة ثانية إن شاء الله، وراح ندردش. وكل أي واحد يحب إنه يدردش معي بالمكالمة الصوتية أو عن طريق الشات، باستطاعته إنه يدخل في الإنستغرام ويتواصل معي. إن أنا حطيت الإنستغرام عبارة عن نقطة وصل تكون سهلة ما بيني وما بين المتابعين. تمام. يقول لك: فقد ترك المعجبون 24987 تعليق، وكذلك شاركوا فيديوهاتك ب 43000 مرة. جميل. 2020 بالأرقام، أوكي. يقول: لقد حققت إنجازات رائعة في العام 2020، جذبت قناتك خلال العام السابق 880 مشترك. شوف
يعني في هذا العام أنا أصلا اللي هو كسرت 1000 مشترك ودخلنا في السيريس يعني في الجد. وما أنسى كان حماس كبير من الأخ مرتضى، وخاصة لما كنا يعني كنت عامل بث بخصوص من سيربح المليون، وراح نعمل مرة ثانية بث من سيربح المليون، وحط نفس الشيء ردة فعله في مقطع خاص في قناته. وشكرا لك مرتضى، وشكرا على الجروب اللي شارك معي كذلك. كذلك في شخص من السعودية يا عمي اسمه هو اعتقد شمري، فهد الشمري، والله انا صاير انسى يعني. المشكلة انه لما يكون التواصل بسيط يكون صعب. من ضمن الاشخاص كانوا موجودين فهد جاني مرة واحد في بث مباشر، اوكي، وهو عنده منتدى، فعن طريق المنتدى نشر الوصلة تبع البث. لما نشر الوصلة عن طريق البث ما شاء الله صار الشات في يعني الشات صار مشكلة في الشات، صار ضغط ضغط كبير، يعني تقريبا وصلنا الى 200 كومنت 200 تعليق، والمشاهدين تقريبا وصلوا اكثر تقريبا من 50 مشاهد في نفس الوقت، تقريبا 50 ولا 20 يعني شيء من هالقبيل. يعني اول مرة القناة توصل في بث مباشر تعليقات بهذه الكثرة ومشاهدات بهذه الكثرة يعني. ومن ضمنهم كان الاخت فرح، طبعا هي مشرفة في القناة، لها افضل التحايا، وكذلك للاخ فهد الشمري او محمد الشمري، والله اسمه نسيته، حتى طلبت منه ان اتواصل معاه عن طريق قناته او عن طريق الانستغرام، بس للاسف ما وصلني. اتمنى لو كان يسمعني الحين اتمنى انك تتواصل معي. يعني هذولا بذلوا جهود صراحة، يعني لا انكر الجهد اللي بذلوه يعني بنشر المقاطع في القناة، وبسببهم يعني وبفضل يعني بفضل من الله سبحانه وتعالى، وبسببهم هم هذولا الشباب يعني صار عندي جرو ارتفاع في القناة، وانا اشكرهم جزيل الشكر على هذا الشيء. تمام، وشكرا لكم جميعا، كل شخص ساهم في نمو في نمو القناة وانتشارها اشكره جميل جزيل الشكر. وكذلك اقول له يعني مشكور وفي ميزان حسناتك ان شاء الله. خلونا نتابع، اوكي. ويقول لقد حققت انجازات رائعة في عام 2020 وجذبت قناتك خلال العام السابق 880 مشترك وحصدت 199,318 مشاهدة جديدة. شاهد المستخدمون فيديوهاتك لمدة 372,589 مشاهد هي دقيقة خلال 2020. كذلك سجلت 12,838 دقيقة في البث المباشر، طبعا هذا في عام 2020 فقط. يقول لك يا له من إنجاز، يا له من إنجاز مذهل. حلو، طبعا أفضل لحظات هي 2020، بقيت على تواصل مع أفراد منتدى يوتيوب من خلال الرد على 4465 تعليق، يعني تقريبا الحمد لله كل التعليقات اللي تجيني احاول اني باي طريقه ارد عليها، اذا مو اليوم بكره، واذا مو بكره بعد بكره. واحيانا انا اشوف تعليقات يمكن فاتتني صار لها اسبوع، ان احيانا في مشاكل اصلا في اليوتيوب ما يوصل الاشعار، فلما ما يوصل الاشعار هنا تصير مشكله. تمام، عبر المعجبون عن تقديرهم وحبهم لك من خلال اضافه 232 رمز و14 رمز يس لايك في التعليقات على فيديوهاتك، لقد تركت بصمتك على المنصة في هذا العام. لمحة عن عامي، طبعا هذا كان كله لمحة عن عام كامل من الإنجازات معكم في قناة أوبي جيمرز. لقد واجهت مصاعب في عام 2020 وبقيت معنوياتك عالية، نشكرك على إلهامنا بشكل مستمر.
يمكنك أخذ لقطة من الشاشة واستخدام هاشتاغ اللمحة عن عامي لمشاركتها مع المعجبين. وهي هذا اللي حبيت أني أنا أتحدث فيه اليوم عن هذه الرسالة اللي وصلتني من اليوتيوب. وشكرا لكم جميعا على المتابعة وعلى المشاركة في قناتكم أوبي جيمرز. إن شاء الله دائما نكون من حسن ظنكم بإذن الله. شكرا لكم على حسن المتابعة. كان معكم حميد فوكس من قناة أوبي جيمرز. حياكم الله.